السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا في دنيا المال والأعمال في حلقة جديدة على هواء مباشرة. من خلالها مشاهدينا نقدم العديد من الفقرات المختلفة، وأيضا نستطلع سويا البورصة، ونستطلع سويا أيضا في حلقة اليوم المستشار الاقتصادي والعديد من الفقرات المختلفة، فأهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا بكم مشاهدين أولى فقرات الجولة في أبرز أخبار المال والأعمال والشركات. البداية من الأخبار رويترز. أسعار النفط تستقر بعد انخفاض كبير بفعل مخاوف الركود وزيادة المخزونات. في التفاصيل، استقرت أسعار النفط يوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها أثناء الليل مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو مخالف للتوقعات، وفي الوقت الذي تفاقمت فيه المخاوف بشأن الركود وصدرت فيه بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا مخيبة للتوقعات. وبحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 59 دولارا و35 سنتا للبرميل بعد أن انخفض 3% في الجلسة السابقة، وزاد الخام الأمريكي 5 سنتات أو 0.1% إلى 55 دولارا للبرميل بعد أن تراجع 3.3% في الجلسة السابقة. وتسبب مزيج من سلسلة بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي في ظل حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتواصل ارتفاع مستويات مخزون النفط في الولايات المتحدة إلى انحسار التفاؤل الذي شهدته أسواق الخام في الآونة الأخيرة، لكنها أذكر توقعات بأن كبار المنتجين ربما يتخذون خطوات أخرى لدعم الأسعار. وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، أسعار النفط وعلى الرغم من تلقيها الدعم من قيود الإنتاج بقيادة أوبك تواجه عوامل معاكسة شديدة، إذ يتأرجح المتعاملون بين المخاوف على الجانب الطلبي وسياسات تقليص المعروض. نواصل الجولة مشاهدينا من صحيفة الاقتصادية نقرأ في أوروبا. المفوضيات الأوروبية، الرسوم الحماية على واردات الصلب ناجحة بشكل إجمالي. قالت المفوضية الأوروبية اليوم أن الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب في العام الماضي لحماية المنتجين المحليين ضد الزيادة في الواردات ثبتت فعاليتها ونجاحها، على الرغم من اقتراح المفوضية إدخال بعض التعديلات على الإجراءات المتخذة. وشهد الاتحاد الأوروبي زيادة في منتجات الصلب التي تدخل أسواقه بعدما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وتعاني هذه الصناعة الأوروبية نتيجة الفائض في الإنتاج في العالم. وفي يوليو 2018 فرضت المفوضية الأوروبية رسوم بنسبة 25% على 23 فئة من منتجات الصلب تم العمل بها بمجرد تجاوز تلك المنتجات المتوسط الذي تم تسجيله في الأعوام الثلاثة السابقة. وقد تحولت هذه الإجراءات التي كانت مشروطة إلى إجراءات ثابتة في فبراير. وفي مايو أطلقت المفوضية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مراجعة لنهجها، وقالت المفوضية اليوم لقد نجحت الإجراءات بشكل عام في العام الأول لتنفيذها، إلا أنها اقترحت أيضا بعض التعديلات الفنية لجعلها أكثر فاعلية. إلى الأخبار السعودية، ونقرأ فيها المليون حاوية مسافنة في الموانئ السعودية في النصف الأول. حققت الموانئ السعودية زيادة في عدد حاويات المسافنة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1,058,000 حاوية. وقالت للاقتصادية الهيئة العامة للموانئ أن حاويات المسافنة للموانئ السعودية التسع التي تشرف عليها الهيئة خلال النصف الأول لعام 2019 زادت 1.85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت بأن الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات أو حاويات المسافنة في الموانئ السعودية يشكل تأكيدا على مدى تكامل البنية التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية. وتحقيقا لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتسعى الهيئة إلى دعم وتيسير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية. وأوضحت أن عمليات المسافنة تعد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشيا مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية. نختم هذه الجولة من آسيا وبالتحديد من الصين،
التي تعثر الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات، أدنى نمو للناتج الصناعي منذ 17 عاما. في تفاصيل هذا الخبر، تعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات كثيرا في تموز يوليو مع تباطؤ نمو الانتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن في الشركات والمستهلكين. ووفقا لرويترز، فقد استمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة إلى حوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو خاطرت الصين بتراكم مزيد من الدين. وبعد تحسن متذبذب في حزيران يونيو، يعتقد المحللون أن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الانتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة. جاء ذلك بعد اقتراض مصرفين أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، مع عودة الانكماش لأسعار المنتجين ما يعزز توقعات بالحاجة إلى مزيد من الدعم على مستوى السياسات قريبا. وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الناتج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8% في تموز يوليو على أساس سنوي، وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في الاستطلاع، ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير شباط من العام 2002. وتوقع محللون تباطؤ نمو الانتاج الصناعي إلى 5.8% مقارنة بحزيران يونيو عندما سجل معدل نمو بلغ 6.3%. وزادت واشنطن بقوة بعد الرسوم الجمركية في أيار مايو. وأفادت وزارة الصناعة في الشهر الماضي بأن الصين ستحتاج إلى جهود شاقة لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة 5.5% أو 6%. مشاهدينا، من هذا الخبر تنتهي جولتنا في أبرز أخبار المال والأعمال والشركات. نكمل فقرات برنامج دنيا المال والأعمال ولكن بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. الآن إلى فقرة إكسبو 2020 دبي، والتي نتناول من خلالها آخر مستجدات إكسبو وأخباره وكل ما يتعلق بهذا الحدث العالمي الأبرز. اليوم سنحاول أيضا استعراض أجنحة بعض الدول المشاركة، وسنكتشف أجنحة مذهلة عاملة بمحتوى مدهش وملهم في أنحاء موقع إكسبو. كما تحدثنا سابقا، ستضم الأجنحة كل ما هو شيق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال. دعونا نستعرض سويا جناح إيطاليا، انطلق في رحلة تأخذك إلى قلب إيطاليا. الاحتفال بالجمال كحلقة وصل تجمع بين الإبداع والمعرفة. صمم الجناح الإيطالي على شكل ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى، وسيروي المبنى قصة لا تنسى عن الثقافة والفنون والاستدامة والتعليم والعلوم والأمن والإبداع. سيأخذ الجناح المستلهم من المسارات التي تربط البحر المتوسط الزوار في رحلة من الماضي إلى المستقبل. وسيعكس تصميم الجناح المهارات التي تتمتع بها الشركات الإيطالية والمجتمع الإيطالي وإبداعاتهم وإنتاجهم المبتكر، وسيسلط الضوء أيضا على أفضل ما لديهم من ممارسات مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة. قام بتصميم الجناح كارلو راتي وإيتالو روتا وماتيو غاتو وإف أند إم إنجينيرينج، ويقع في منطقة الفرص وتحت موضوع الجمال يجمع الناس. أبرز مميزات لهذا الجناح: استمتع بحدائق والساحات المفتوحة المستلهمة من الساحات الإيطالية التقليدية، وأيضا تعرف على كيفية إطلاق روح الإبداع من أماكن ومناهج مختلفة في الحياة، وانطلق في رحلة من التاريخ إلى المستقبل، وشاهد كيف تبدو إيطاليا من السماء. بعد استعراضنا لجوانب من جناح إيطاليا وقبل أن نتناول جناح آخر، دعونا نشاهد هذا الفيديو التعريفي عن جناح إيطاليا. بعدما تابعنا هذا الفيديو الذي أبرز لمحة عن جناح إيطاليا وبالتأكيد في داخله الكثير والمثير، تعرف إلى جناح آخر وليس بعيدا عن إيطاليا، وهو جناح موناكو. تجربة ممتعة ذات الأوجه تقدم منظورا جديدا. استكشف التنوع الذي يميز الإمارة المتوسطية في رحلة
تخاطب الحواس وتستلهم الجناح صخرة موناكو الشهيرة بتصميم هندسي متميز يصحب الزائر في رحلة تخاطب حواسه عبر فضاء عرض يوظف المرايا ويحاكي طبيعة شواطئ الريفيرا الفرنسية وأصواتها وروائحها. يضم الجناح مساحتي عرض رئيسيتين هما حديقة الفرص التي ستحوي تجارب تفاعلية تجسد جو موناكو الدافئ المشمس، وكاليدوسكوب الأول مشاكل والتي تسلط الضوء على الفن والثقافة والابتكار والتاريخ في بيئة عرض متعددة الأوجه. صمم هذا الجناح فوستر وشركاؤه ويقع في منطقة التنقل ويتخذ موضوع التنقل أيضا شعارا له. لديه العديد من مميزات جناح موناكو، منها طواقم بيقو متعددة تحاكي شوارع موناكو وزقاتها المتداخلة، وحديقة الفرص تجسد جو موناكو الدافئ المشمس، وكاليدوسكوب تسلط الضوء على الثقافة والفن والابتكار والتاريخ. والمزيد من الضوء على هذا الجناح دعونا نتابع الفيديو التالي. طبعا لمحة سريعة عن جناح موناكو، بالتأكيد لديه كثير والمثير وسنطالع الأجنحة في الحلقات المقبلة، ولكن الآن بعدما تناولنا بعض أجنحة الدول وأنشطتها المختلفة ويمكن القيام به في إكسبو، ماذا عن جديد إكسبو وأخباره؟ في جديد إكسبو مشاهدينا، شيكار كابور طلعوا لتنظيم شيء رائع في ليلة الديوالي. في تفاصيل الخبر الذي جاء في موقع رسمي لإكسبو، عبر صانع الأفلام السينمائية الشهير عالميا شيكار كابور عن تطلعه للمشاركة احتفالات عيد ديوالي مع العالم خلال إكسبو 2020 دبي. ويشغل كابور الذي أخرج الفيلم الهندي المعروف السيد هند وعمل مع النجمة الأمريكية إليزابيث تاور تايلور ومنصب مستشار لإكسبو 2020 في مجال المحتوى. وقد زار كابور دولة الإمارات هذا الأسبوع والأسبوع الماضي لتبادل أفكار ومقابلة وسائل الإعلام والاطلاع على تقدم أعمال البناء في موقع إكسبو. وقال كابور: نحن نتطلع لتنظيم شيء رائع في ليلة الديوالي في نوفمبر 2020، إنه احتفال بالضوء وهي فكرة عالمية بحق، ونحن بصدد إنشاء عرض ضخم وسط ساحة الوصل. أحب ديوالي ومن الرائع أن يحتفل آلاف به هنا في إكسبو 2020، ليس للهنود وحدهم بل الناس من جميع أنحاء العالم. مشاهدينا، هذه كانت معلومات وأخبار عن إكسبو 2020 دبي، سنرافقكم بكل تأكيد بالأخبار والتحضيرات والمستجدات في حلقات قادمة بإذن الله. أما الآن فاصل إعلاني قصير يفصلنا عن ما تبقى من دنيا المال والأعمال، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد مرة أخرى في دنيا المال والأعمال، والآن دعونا نتعرف على حركة الأسهم والمؤشرات في سوق دبي المالي والعالمي وأيضا سوق الخليجية والعربية. ليست كل الأسواق اليوم هي على افتتاحات مفتتحة، ولكن التي بدأت التداول سنستعرضها سويا. نبدأ مشاهدينا باستعراض حركة الأسهم ونبدأ السوق بشكل عام. أقفل سوق دبي المالي يوم أمس على ارتفاعات أو على انخفاضات عند مستوى 2836 نقطة و 0.22% و 20 نقطة مئوية خسارة ليوم أمس، وبتداولات إجمالية بلغت قيمتها 165 مليون دولار مليون درهم عفوا. اليوم أيضا مشاهدينا انخفاضات 0.1% 1.2% انخفاضات 35 نقطة يخسرها المؤشر 2795. هذه هي النقاط التي كنا نتحدث عنها قبل عطلة العيد، كان أيضا على ارتفاعات ولكن هذه الارتفاعات لم تتماسك ولم يبقى ارتفاع جيدا. الأسواق الخارجية أيضا مشاهدينا تعافت ولكنها الآن أيضا على انخفاضات كبيرة. سوق دبي المالي العديد من القطاعات التي تؤثر على هذا الانخفاض أو على هذا المؤشر، بالتأكيد في البداية هو العقار و 1.9% الدماك العقارية اليوم على انخفاضات، وأيضا أحد أسهم العمار أيضا على انخفاضات كبيرة جدا تؤثر على هذا القطاع. السلع على ارتفاعات ب 2.6% بدعم من DXP Entertainment على ارتفاعات اليوم، ولكنها ليست ملاحظة أو مؤثرة جدا لأن أغلب القطاعات هي على انخفاض. 1% لقطاع النقل العربية الطيران على انخفاض اليوم، رامكس أيضا شهدناها على انخفاضات
كبيرة، وأيضا هنا التأمين على انخفاض ب 1.3% 2% لانخفاض للاستثمار، والخدمات على انخفاضات بربعين أو 0.4% 2% للاتصالات، والصناعة على ثبات. إذن مؤشرات أو القطاعات جميعها هي على انخفاضات. قطاع البنوك مشاهدينا يتأثر بشكل كبير جدا بالأسهم القيادية للبنوك، ومن بينها دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني أيضا على انخفاضات. دعونا نتابع أيضا مشاهدينا ونستعرض سويا الأسهم الأكثر انخفاضا. 9.9% قرابة 10% مشاهدينا للمدينة، لانخفاضات كبيرة جدا، واكتتاب على انخفاض أيضا ب 6.8%، 4.8% لأمان انخفاض اليوم أيضا مشاهدينا، وأرابتك القابضة ارتفاع أو انخفاض عفوا ب 3.5% تؤثر بكل تأكيد وتضغط على قطاع العقارات. دمك العقارية أيضا كما ذكرت في البداية هي على انخفاضات وصل إلى 3%. كانت الخليج للملاحة أيضا على انخفاضات ب 3%، تقلصت الانخفاضات ولكنها تبقى أيضا هي منخفضة بجانب العديد من الأسهم المنخفضة. الأسهم الأكثر ارتفاعا هي فقط 5 أسهم أكثر ارتفاعا أو هي مرتفعة في السوق، بغية الأسهم هي على انخفاضات كبيرة. السلام السودان، مصرف السلام السودان ارتفاع يضيف 4.5% لأسهمه، و 3.0% لدي إكس بي انترتينمنت، وإيفا مجموعة إيفا ب 2.7 و 2.6 أو سي المدرجة في ناسداك دبي. وشعاع مشاهدينا نلاحظ 1%، شعاع كانت على انخفاضات في الفترة الماضية، أخبار عديدة لشعاع في اليوم والعديد من الأيام المختلفة. يوم الخميس عفوا كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة قبل العيد، وفيه العديد من القرارات التي أثرت على سهم اليوم، يشاهد على ارتفاعات. حجم التداولات كبيرة نسبيا، 217 مليون درهم هو حجم التداولات لهذا اليوم في البورصة. ماذا عن الأسهم الأكثر أو الأسهم المخفضة، ونظرة سريعة على أسهم شركة المدرجة على سوق دبي المالية إن ديجيتال سيرفيس، كانت على ارتفاعات يوم أمس ب 14% عفوا، واليوم هي على انخفاض. العربية طيران على انخفاض، مصرف عجمان على ارتفاع، ولكنه لا يدعم قطاع البنوك لأن هناك أسهم وبنوك قيادية تؤثر على السوق بشكل كبير. شركة المدينة التمويل هي أيضا على انخفاضات، مصرف السلام على ارتفاعات طفيفة، وأرامكس على انخفاضات كما ذكرت، أرابتك القابضة. بالتأكيد سوق دبي المالي كان على ارتفاعات ولكنه أنهى الجلسة على انخفاض وانخفاض طفيف. بنك دبي الإسلامي على انخفاضات أيضا طفيفة. دي اكس بي انترتينمنت على ارتفاعات تدعم بكل تأكيد قطاع السلع. واكتتاب كانت أعلنت الشركة هنا عفوا كانت أعلنت الشركة عن نتائجها للفترة الماضية، وأتت هي تقلصت الأرباح ولكنها بقيت عند الارتفاعات لجلسة اليوم. إعمار عقاري، إعمار تطوير، إعمار مورز تضغط بشدة على الأسهم أو على السوق وانخفاضات بشكل كبير. المصرف الخليجي التجاري كان على ارتفاع لكنه أنهى جلسة على انخفاض خلال هذا اليوم. شركة الإسلامية العربية التأمين، مصرف السلام، شعاع كابيتال كما ذكرنا على ارتفاع. أخيرا الاتحاد العقارية على انخفاضات. ماذا عن اخبار السوق مشاهدينا، دعونا نتصارف سويا بعض اخبار الشغل السوق. مجلس اداره دماك العقاريه وافقوا على الاستحواذ على قطعتي ارض بمنطقه الصفوح والخليج التجاري، هذا خبر كان قد تم نقله يوم امس. وشعاع كابيتال تنهي بنجاح عمليه طرح سكوك لصالح زفيرس جروب، شاهدنا اليوم تفاعل بتاكيد في بورصه لندن بقيمه 135 مليون دولار. مجلس اداره ايضا شعاع كابيتال كان قد وافق على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة أبو ظبي المالية، وكان هناك اجتماع يوم الخميس كما ذكرت، كان فيه العديد من النتائج، منها أيضا نتائج الشركة لآخر نتائج للشركة تم إعلانها قبل العيد، وهي ستكون الشركة أو إعلان منفصل، بعد ذلك سيكون بالتأكيد الإعلان مشترك. نقلت الصحيفة أيضا مشاهدين اليوم عن إعمار عقارية أنها تحتزم إطلاق عروض عقارية جديدة في بعض مشاريعها في دبي، وحددت بعض المشاريع. يوم أمس أعلنت أرامكو تحقيق أرباح قدرها 185 مليار ريال في النصف الأول، وذلك بانخفاض 12% مقارنة بالأرباح المحققة خلال النصف الأول من عام 2018. عزت انخفاض الأرباح في المقام الأول إلى انخفاض متوسط سعر النفط الخام بنسبة 4%، حيث بلغ 66 دولارا للبرميل. تأجيل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية، ينتشل الأسهم الأوروبية من انخفاضاتها ويهدئ من روعة الأسواق، ولكن هل سيكون هذا الهدوء الذي تعقبه العاصفة؟ سننتظر بالتأكيد ونرى في الأسواق العالمية وأيضا الأسواق الخليجية والعربية. ماذا عن نتائج الشركات للنصف الثاني، وهي آخر نتائج اليوم سنعلنها في سوق دبي. انتهت إعلانات النتائج، هذه هي نتائج بعض الشركات. تراجع أرباح دماك العقارية إلى 81%، انخفاض ب 91% بنهاية النصف الأول، وأرباح الربع الثاني وصلت إلى 50 مليون دولار. يعود السبب إلى تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع إيرادات بنسبة 49%، وانخفاض هامش الربح إلى 26%.
أيضا انخفضت أرباح أرابتك القابضة إلى 57 مليون درهم مشاهدينا، بانخفاض ب 49% بنهاية النصف الأول، وأرباح الربع الثاني بلغت 26%. يعود السبب إلى تراجع الإيرادات بنسبة 12%. أمانات القابضة كانت قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها وتأثر السهم يوم أمس، ولكن اليوم على انخفاضات ب 35 مليون درهم. كانت النتائج زيادة 26% بنهاية النصف الأول، وأرباح الربع الثاني بلغت 14 مليون درهم. أرباح منازل العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي إلى 136 مليون درهم بزيادة 3%. أجيلتي مشاهدينا الكويتية ارتفعت أرباحها إلى 41 مليون دينار كويتي، أثرت يوم أمس على بورصة الكويت وبقيت مرتفعة. وأخيرا هي من الشركات شركة جلفار تسجل خسائر قدرها 100 مليون و380 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام 2019. خسائر الربع الثاني بلغت 94 مليون درهم. في جدول الأعمال لهذا اليوم الخميس ليس هناك اجتماعات مهمة، كما لكن الترقب يظل هو سيد الموقف للأسواق الخليجية والعربية، وينتظر أيضا المستثمرون بقية الأسواق التي لم تفتتح بعد في الخليج، وبعد ذلك سنرى بعض النتائج. بعد استعراضنا لمشاهدين الأسهم دعونا المتوقع أسهم شركة عفوا أسهم سوق دبي المالي، دعونا نتابع سريعا بعض الأسهم الخليجية والعربية التي فتحت بالتأكيد وابتدأت جلسات التداول. مشاهدينا نتائج السوق السعودية والسوق مسقط هي نتائج آخر يوم تداول، وهو يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري. الأسواق الأخرى هي مشاهدينا على انخفاضات، كما شاهدنا في ضغط على السوق السعودي كان قبل العطلة وأقف أغلق عند 8555 أو 8555 بارتفاعات 17 نقطة المئوية في آخر جلسة، معها بعض الخسائر ولكنها تظل ايضا هنالك العديد من الخسائر. ماذا عن الاسواق؟ اسواق ابو ظبي المالي مشاهدينا انخفاضات للجلسه السادسه يمكن على التوالي، انخفاض كبير يوم امس بلغ 18 نقطه المئويه، ايضا اليوم هي بربع 10 نقطه المئويه. شهدنا انخفاضات امس لاسهم دانا غاز وراس الخيمه للتامين والدار العقاريه تؤثر بشكل كبير جدا على سوق ابو ظبي المالي. ايضا سوق مصر مشاهدينا يوم امس كان غد ربح وتداول على ارتفاعات كبيره جدا، اليوم على انخفاضات. سوق البحرين مشاهدينا اليوم على انخفاض، الكويت كانت يوم امس بارتفاع باجيلتي واليوم على انخفاض بواحد في المئة. بالتأكيد سوق مسقط كان على دعم ارتفاعات، هذه دعم بين قطاع البنوك ودعم المؤشر العام بشكل كبير. الأهلي المتحد أيضا يدعم السوق الكويت ولكنه لا يؤدي إلى ارتفاع للمؤشر. هذه كانت لمحة مشاهدينا ونظرة على البورصة الخليجية والعربية التي تم تداولها وبدأت التداول بعد عطلة العيد. مشاهدينا دعونا نطالع، أو قبل أن نطالع، هناك عملية جني الأرباح على الأسهم ماذا تؤثر على المؤشرات بشكل عام، وبالتأكيد النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضريبية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تؤثر بدورها بشكل كبير على الأسهم. ماذا عن أسعار الذهب والمعادن النفيسة؟ دعونا نتابع.
بالتأكيد مشاهدينا الذهب يستفيد من التوترات السياسية الموجودة بين واشنطن والولايات المتحدة وبكين، وبالتأكيد مشاهدينا ارتفعت الأسعار بعد انخفاضات وبعد أن شهدنا أقصى ارتفاع للذهب يسجل 1518 دولار للأوقية. مشاهدينا هذه انخفض عن أكبر نسبة من 2013. الفضة أيضا مشاهدينا على ارتفاعات ب 17 دولار للأوقية، والبلاتين اليوم على انخفاضات سجل 8857 دولار للأوقية الواحدة. بعد ما تابعنا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية وسوق دبي المالي، نواصل فقراتنا المختلفة، ولكن بعد فاصل إعلانين قصير أرجو أن تبقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا من جديد في فقره اونلاين، والتي من خلالها نقدم شرحا وتعريفا للخدمات الذكيه الحكوميه او الخاصه المتعلقه بالافراد، والتي تخدم بالتاكيد الشركات والمؤسسات والافراد. تعتبر احتياجات الشركات والمؤسسات من المنتجات في تزايد مستمر. تماشيا مع هذا الطلب، تبدا شركات التجاره العامه في توفير خيارات متميزه ومتعدده ومنتجات ذات جوده عاليه تعمل من خلالها على مواكبه التطورات. ومن ضمن هذه الشركات شركة توفير للتجارة العامة، والتي تعتبر واحدة من شركات مجموعة رواد الأعمال، التي توفر منتجاتها لشركات المجموعة وتمتلك نظاما إلكترونيا ذكيا يتم من خلاله الأونلاين إدارة عملياته المختلفة. دعونا نتابع ونشاهد المزيد عن توفير للتجارة العامة. توفير هي شركة تجارية تابعة لمجموعة رواد الأعمال، وهي مصدر لتزويد المجموعة بكافة احتياجات الراحة والتميز، متوفرة في جميع الزوايا والأمكنة في مجموعة الرواد للأعمال، وقد تحقق ذلك وفق خطة اقتصادية محكمة من إدارة المجموعة، بإدراك أن المركزية في الإنفاق الذاتي هي من ضمن الحلول المتكاملة التي تختصر الكثير من النفقات، ولذلك تم إنشاء شركة توفير للتجارة العامة. توفير هي شركة تجارة عامة تخدم مجموعة رواد للأعمال، كما تخدم الجمهور، فهي توفر كافة الاحتياجات للمتعاملين والجمهور كزوار مركز الكرامة للأعمال وغيرهم من المراجعين لأماكن خدمات مجموعة الرواد، وتوفر لهم متطلباتهم المستخدمة بشكل يومي ومتكرر، مثل شحن الهواتف الخلوية وإضافة الرصيد وأيضا الملابس وغيرها من الاحتياجات الخاصة. في هذا المكان كما ترى لدينا كافة أنواع البضائع ومستلزمات الأسواق من ملابس وأقمشة، نقدمها أولاً لكل مؤسسات وشركات مجموعة رواد، وهي شركة تجارية تابعة للمجموعة، وهي مصدر لتزويد المجموعة بكافة المتطلبات مثل أجهزة التقنيات والهواتف والطابعات والقرطاسية لكل احتياجات مجموعة الرواد للأعمال. توفير أيضا تزود المجموعة بخدمات الجوائز الخاصة بالمسابقات للتلفزيون. لم يقتصر الأمر في توفير على التجارة العامة فحسب، بل هي أيضا قسم مشتريات ومركز للتسويق. كما ترى هنا، نحن نقدم خدماتنا للجمهور وأيضا للمتعاملين، ونتعاون بشكل مباشر مع مركز رواد للتدريب، حيث يقوم بتدريب الموارد البشرية في مجال التسويق والمبيعات كرافد من روافد مجموعة رواد للأعمال. تابعنا سويا مشاهدينا هذه المادة التي تعرفنا من خلالها على الخدمات المختلفة والمنتجات التي تقدمها شركة توفير للتجارة العامة، وذلك بفكر جديد مختلف.
ومن خلال النظام هذا الإلكتروني المميز والذي توفر به الوقت والجهد والتفكير، تتيح منتجات متنوعة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويمكن طلب الخدمات أونلاين من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني rgroup.ae والحصول على المزيد من التفاصيل. مشاهدينا، سنواصل تقديم دنيا المال والأعمال، وبعد قليل فقرة المستشار. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة المستشار الاقتصادي، والتي من خلالها نقدم العديد من النصائح لأصحاب الأعمال والشركات ورجال الأعمال الراغبين في بدء نشاط تجاري أو اقتصادي أو خدمي أو غيره من الأنشطة في إمارة دبي، وبالتأكيد العديد من الأنشطة المختلفة ذات الصلة. اليوم سنقدم مشاهدينا العديد من النصائح والإعلانات، أو عفوا النصائح والمعلومات، وعن بدء الأعمال في دبي، وهي عبارة عن خدمات تقبلها مشاهدينا أو تقدمها من قبل اقتصادية دبي، وتعمل على حجز الاسم التجاري وإصدار الموافقة المبدئية وعقد التأسيس الإلكتروني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تتطلب بالتأكيد موافقة جهات خارجية منظمة للنشاط. يمكن البدء من العديد من الأنشطة مثل تجارة عامة وغيرها. دعونا نتعرف على المزيد عن هذه الخدمة وكيفية البدء الأعمال في دبي والخطوات المطلوبة من خلال المستشار الاقتصادي في هذا الفيديو. مرحبا بكم مشاهدينا، أنا المستشار الاقتصادي، وسأقدم لكم العديد من المعلومات القيمة والاستشارات المتعلقة بممارسة الأعمال في دبي. عزيزنا رجل الأعمال، اليوم سنتحدث عن كيفية بدء الأعمال في دبي. أولا، تعرف بدء الأعمال بأنها خدمة تعمل على حجز الاسم التجاري وإصدار الموافقة المبدئية وعقد التأسيس الإلكتروني للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا تتطلب موافقات جهات خارجية منظمة للنشاط ضمن خطوة واحدة، وإصدار شهادة بدء الأعمال الصالحة لغاية 6 أشهر، حيث يمكن للعميل خلالها إصدار الرخصة التجارية تلقائياً فور توفير عقد الإيجار الموثق من هيئة التنظيم العقاري. ويمكن بدء العديد من الأنشطة مثل التجارة العامة والتجارة العامة بالجملة عن طريق بدء الأعمال فقط، وكافة الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقة أي جهة خارجية. تقدم خدمة بدء الأعمال اقتصادية دبي وتوفرها بكل سهولة ويسر من خلال صالة السعادة ومراكز تقديم الخدمة. هنالك شروط وأحكام عديدة، منها حضور كافة الشركاء مع بطاقة الهوية الإماراتية لغير المسجلين، برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية My ID، ويمكن الاكتفاء بحضور طرف من أطراف الرخصة كشريك أو مدير في حالة توفر حساب My ID لدى بقية الأطراف. توفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة. توفير نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية لكافة أطراف الرخصة سواء كان شريكاً أو مديراً. توفير نسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب. توفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب. بعد ذلك يجب اتباع خطوات الإجراء للحصول على إذن بدء الأعمال، والخطوات هي: أولاً، يتم تسجيل العميل في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية My ID، ويتم حجز الاسم التجاري أو استخدام الاسم التجاري المحجوز مسبقاً، ثم يتم إصدار الموافقة المبدئية أو استخدام الموافقة المبدئية الصادرة مسبقاً، وبعدها يتم إصدار عقد التأسيس الإلكتروني وهو لا يحتاج إلى تصديق من كاتب العدل. وأخيراً، يتم إصدار شهادة بدء الأعمال صالحة لغاية 6 أشهر. وبمجرد توفير عقد إيجار موثق من قبل هيئة التنظيم العقاري، سيتم إصدار الرخصة بشكل تلقائي أو إلكتروني، كما سيتم إخطار العميل بذلك عن طريق رسالة نصية ترسل على رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن بيانات الترخيص، ويمكن للعميل الحصول عليها فور سداد رسوم إصدار الرخصة، وعلى العميل التقدم بسداد رسوم الخدمة الأساسية والتي تشمل الاسم التجاري والموافقة المبدئية وعقد التأسيس الإلكتروني، ولا تنطبق أي رسوم إضافية على هذه الخدمة. الآن أصبح بإمكانك ممارسة أعمالك المختلفة وتوفيق جميع أوضاعك والترويج لأنشطتك التجارية،
وإذا احتجت أي مساعدة يمكنك زيارة موقع اقتصادية دبي، كما تقدم لك مجموعة رواد للأعمال الاستشارات المختلفة والمساعدة في عمل دراسات الجدوى ودراسات المشاريع والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع مجموعة الرواد للأعمال. أتمنى مشاهدينا أن نكون قدمنا فكرة عن بدء خدمة بدء الأعمال في دبي وممارسة الأعمال المختلفة بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة مقدمة من قبل اقتصادية دبي. وأيضا مشاهدينا مجموعة رواد الأعمال نذكر بأنها من خلال شركة إمارات لخدمات رجال الأعمال تقدم العديد من الخدمات المميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من استشارات ودراسات جدوى مختلفة ومساعدة على تأسيس المكاتب وتعيين الموظفين والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكنكم بالتأكيد الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع المجموعة rgroup.ae. هنا من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة المستشار الاقتصادي، والمزيد من المعلومات بالتأكيد عن المستشار الاقتصادي سيقدمها لنا في حلقات قادمة بإذن الله. وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من دنيا المال والأعمال التي تناولنا فيها بالشرح والتحليل أسواق المال والأسهم وأهم أخبار الشركات والأعمال بجانب مستجدات إكسبو وتعريف بأجنحته المختلفة، الحدث الأبرز في العالم الذي ننتظره جميعا. العديد أيضا من خلال المستشار الاقتصادي تم تقديمه. وفي الختام تقبلوا خاص تحياتي عمر نور الدين وقرونا بتحايا زملاء فريق العمل. يمكنكم متابعة مواقعنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ويمكنكم مشاهدة RBC TV في جميع حلقاتنا. زوروا rgroup.ae لمشاهدينا لمزيد من المعلومات ومتابعة البث الحالي للقناة. حتى الملتقى تقبلوا خاص تحياتي وإلى اللقاء في حلقة جديدة من دنيا المال والأعمال.